خير من جديد متابعينا ومتابعين السياحة في كل مكان. مساء عليكم من مطعم أحسن هنتاي في شمال تركيا في مدينة طرابزون. اليوم متواجدين زي ما قلنا لكم مع جروب 22/4/2019. طبعا المطعم جدا مميز والأصناف اللي بيقدمها والأطباق اللي بيقدمها، طبعا بالإضافة للإطلالة البحرية الرائعة للمطعم. هذا منالكم المطعم، إطلالة جدا رائعة جدا جميلة، إطلالة بحرية مباشرة على البحر الأسود. جوا المطعم جدا راقي، مطعم يعني 5 نجوم. طيب أصدقائنا، برضو زي ما نقول لكم دائما ما بنحب نطول عليكم، نحب بس تشاركونا أجواء معنا، أجواء الفرح، أجواء السعادة، أجواء مناطق شمال تركيا. طبعا الأضافة إنه هذا المطعم عندهم الخبز طازة، يعني بخبز الخبز مباشرة. طيب أصدقائنا، الآن نبدأكم وإن شاء الله بنشوفكم فيديو ثاني ولايف ثاني، فعالية جديدة وأجواء جديدة. نقول لكم رشوروز، اللهم نطول، في أمان الله.